الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. يحتفي بيت الشعر اليوم السبت 21 أوت 2022 بحفل توقيع المجموعة الشعرية عشق ليأفل للأستاذ الشاعر مصطفى المغري، وهو من أسرة بيت الشعر ومن رواده. نحتفي اليوم بهذه المجموعة التي سيقدمها الأستاذ عبد المجيد فرحات. كعادته بيت الشعر هو سند للمبدعين وللشعراء وللروائيين. نرجو أن تكون أمسية متميزة، وتهانينا للشاعر بهذا الأصدار الجديد. ولي في الدهر أجداد بنوا بالعلم أوطانا، وغذوا الأرض بالحب فكان الزهر فتانا، وكان الماء فياضا، وكان الحقل مزدانا، وكان الطير حواما يوشي القدس ألحانا، ويبقى الغصن زيتونا، ويبقى الغصن زيتونا يداوي أرض أقصانا. مساء الخير. بادئ ذي بدء أشكر المشرفين على بيت الشعر وعلى رأسهم الشاعر الكبير جميل الناجري مدير بيت الشعر. شكر جزيل أستاذ الأديب القيروان عبد المجيد فرحات الذي قدم لي مجموعتي الأولى على ذات الذاكرة والوجدان سنة 2019، وهو من جديد يقدم لي مشكورا مجموعة الثانية عشق لا يأفل. عشق لا يأفل هي مجموعة الشعرية الثانية التي تتضمن أغلب نصوصها عشق وطني العربي. لي قليل جدي قليل القليل، لكن الذي له المعنى والذي يرمز إلى حب عميق لا يعوض بثمن. نعم. وحب الأب. Au début de mon âge, quand j'étais enfant, je dessinais sur mes premières pages le visage de maman. C'était comme la pleine lune dans la belle saison. C'était comme une fleur épanouie au printemps. C'était comme un ange qui s'envole avec ses ailes vers l'horizon. C'était toujours le visage de maman. نداء القدس يأتينا وقد متنا فأحيانا، يظل الجرح مفتوحا ومنه الدمع طوفانا، صلاح الدين عد حينا، صلاح الدين عد حينا، أعد للقدس بنيانا، لقد ضاعت مبانينا كما ضاعت ثنايانا، لقد ضاعت مبانينا كما ضاعت ثنايانا، وضيعنا أمانينا وغطتنا رزايانا، وأصبحنا كما الأسرى نذوق الظلم ألوانا. ألا يا قدسنا صبرا يظل الصبر مشفانا، وفينا العزم إعصار، وفينا العزم إعصار، وفينا العشق وديانا، يظل الشوق يجمعنا يزيد النفس إحسانا. الحركة النقدية في تونس وعلاقتها بالحركة الإبداعية في تصوري من خلال تجربتي القصيرة، أن الحركة الأدبية مقتصرة على العاصمة، على المدن الكبيرة، ثم الحركة النقدية في تونس تقريبا هي مرتبطة بالجامعة، ولذلك ربما بعض الأعمال التي يصدرها الجامعيون تحظى بعناية فائقة، تحظى باهتمام، باعتبار أنهم يعني أن المشتغلين في الحق الأدبي هم يعني ربما من أصدقائه أو من معارفه، بينما أعمال أخرى لا تحظى بكل هذه الاهتمام. لذلك نتفاجأ في بعض الأحيان أن هناك أعمال إبداعية يعني جيدة، ولكن النقاد لا ينتبهون إليها وتمر يعني مرور يعني صامت. وهذا يعني ربما وظيفة من هو الناقد، وهل لدينا صحافة أدبية يعني صحافة يعني مختصة في هذا الأمر؟ في بلدان أخرى هناك يعني الصحافة التي تواكب يعني قسم كامل من الصحافة
يواكب الكتب الجديدة ويقيمها. وتم هناك حركة الجوائز أيضا في مثلا عندما نجد فرنسا في موسم الأدبي في الخريف يبدأ في حركة كبيرة. في تونس ليست لدينا تقاليد, ولا أدري مثلا بعض هذه بيت الرواية في تونس وغيرها ما هي النشاط الذي تقوم به بالأساس؟ هذا يعني في إجابة سريعة عن هذا السؤال. الحياة فهم, الحياة فهم زهرة الحياة.